السلام عليكم، تبارك الله عليكم خوتي المغاربه، معكم نبيل بودراح مقيم باسبانيا. بالنسبه للمساله اللي كتروج مؤخرا على حسب التسويه ديال المهاجرين الغير الشرعيين هنا في اسبانيا والتسويه ديالهم، فعلا كانت يعني وعود من طرف يعني الرئيس الحالي ديال بيدرو شانسيز يعني باش يسوي الوضعيه ديال المهاجرين الغير قانونيين الغير الشرعيين. ودابا يعني كان مع ان كان تحالف مع بوديموس انهم غادي يحاولوا يوسعوا الرقعه ديال الطريقه باش ان هاد المهاجرين الغير الشرعيين انهم يقدوا يخدموا ويقدوا تكون عندهم واحد الحياه يعني مستقره كما داروا لهم في برشلونه. دابا راه كاين المساله راه انتقلت لمدريد، راهم يحاولوا العمده ديال مدريد انها تلقى واحد الصيغه قانونيه مع الوزير ديال الشغل الاسباني باش يخليوا هاد الناس اللي راهم مقيمين بغير بوضعيه غير قانونيه انهم يقدوا يخدموا. المشكل اللي كاين هنايا يعني في هذه التسويه خاصهم الحاجه الاولى بان الحكومه الاسبانيه انها تلغي يعني الشرط الاساسي ديال الحصول على عقد عمل، لان راه مجموعه ديال الناس هنايا اللي مقيمه اكثر من 3 سنوات، وبحكم القانون ان اي واحد عنده شهاده السكن هنايا في اسبانيا وكمل 3 سنوات انه يقد يحصل على الاقامه الى لقى عقد عمل يعني لمدة سنة وسجل عدلي يعني يكون من المغرب ما عنده حتى شي مشكلة، وسجل عدلي ديال هنايا او ثاني ديال اسبانيا بين يكون حتى شي حاجة. وهذا الشيء اللي مخلي مجموعة ديال المغاربة انهم ما قدوش يسووا الوضعية ديالهم واخا انهم فاتوا 3 سنين، لان المشكلة ديال عقد عمل ولا يعني نادر، الشروط ديالو شد يعني مشددة، ماشي بأي واحد غادي يقد يحصل على هاد عقد العمل. زيادة على ذلك أن الأغلبية ديال الناس اللي قدوا يمنحوا عقد العمل ولاو كيطلبوا مبالغ كتتجاوز 4 مليون. هاد الشيء كامل كنا كنتمناو من السفارة ديال المملكة المغربية بمدريد اللي كان عندي معها اتصال أكثر من سنة، وحنا كنحاولوا باش نلقاو مشكلة ديال هاد المهاجرين اللي كانوا يعني فوضعية غير قانونية وصبحوا فوضعية غير قانونية، لأن كتعرفوا بأن أي واحد يقد يكون عنده أي مشكل بسيط هنا في إسبانيا يقد يسحبوا له البطائق بطاقة ديال الإقامة ديالو. زيادة على ذلك الناس اللي كانوا كيمشيو للمغرب وكانوا كيجلسوا، لأن كانت الأزمة هنا في إسبانيا، كانوا كيحاولوا أن أي واحد كيتجاوز واحد المدة ديال 6 شهور ولا كاين شي مرات كيجمعوا له المده ديال 50 انه خصهم يتجاوز سنه ونصف يعني الدخول ديالو للمغرب، وكيسحبوا لهم البطائق ديال الاقامه. زياده على ذلك كاين واحد المجموعه ديال الناس اللي تم الطرد ديالهم تعسفي من بعد مده طويله هنايا في اسبانيا وعندهم عائلات وخلاهم وراهم عائلات وراهم دابا في المغرب يعني ما يقدوش يرجعوا. كنتمنى ان في هذه الوضعيه اللي غادي تكون ديال التسويه ديال المهاجرين انه ياخذوا بعين الاعتبار يعني السلاسه باش هاد الناس يقدروا يسويوا الوضعيه ديالهم. هذه الحاجه الاولى. زيد على ذلك انا كنتسائل يعني ان المملكه المغربيه عندها وضعيه جد خاصه يعني الشريك المتقدم مع اوروبا، ولكن ملي كنشوفوا المهاجرين ديالها هنا في اسبانيا كيتعاملوا على اساس انهم عبيد وانهم ما عندهم حتى شي حقوق، وان فقط الجاره الجزائريه ان الناس ديالها قبل ما كيترحلوا كيكون هذاك سميتو القنصل هو اللي كيرحلهم في وقت اللي كنلقاو ان مؤخرا ولا هذه مده ان الناس هنا كيترحلوا بدون انهم كيكونوا عارفين بانهم راه عندهم الطرد، كيخرج الطرد في الجريده الرسميه الاسبانيه، وانه مباشره كيكون شي نقطه ديال المراقبه ديال التفتيش ولا كيشدوهم بلا ما يخليهم يتصلوا مع العائلات ديالهم، بلا ما يخليهم يتصلوا مع المحامين، بلا ما يخليهم يتصلوا مع القنصليه، كيشدوهم كيرحلوهم في واحد السرعه يعني سريعه للمغرب، وكيقسموا عائله اللي كيكون هو عنده الابناء ديالو هنايا، والاغلبيه ديالهم كيخرج لهم الرفض، وانهم كيديروا الاستئناف، وفي الظرفيه ديال الاستئناف كيخرج قرار ديال الطرد، وفي هذاك الاخر كتخرج يعني القرار ديال الطرد كما كيعلموش السيد ولا كيقولوا راه عندك قرار ديال الطرد ولا غادي ترحل، كيديروها في الجريده الرسميه اللي اي ما كاين حتى شي واحد هنا حتى الاسبان ما كيتابعوش هذه الجريده الرسميه، ومباشره ملي كيتم هذاك سميتو التوقيف ديالو كيسيفطو للمغرب. والطامه الكبرى ان شرطه الحدود المغربيه انها كتستقبل كاع المهاجرين وكيتعاملوا معاهم بحال السيد راه غيدخل الصباح وخارج، مع العلم انهم كانوا يشوفوا في لورديناتور يعني في السيستم ديال الحاسوب ديالهم ان هاد الناس راه مهاجرين
كانوا يعني في إقامة قانونية وما كيعطيهم حتى شي فرصه، وكاين الاغلبيه ديالهم كيوضعوا شكايات هذاك سميتو في وزاره ديال الخارجيه والتعاون عند مدير ديال السفير البصري، وما كاين حتى شي واحد اللي كيساعدهم، هذا كيخليهم تما يعني منهارين. حاجه وحده اللي كنشوفوا ان كيقول لك الجاليه ما الجاليه، كنشوفوا مثلا الوزير المكلف بالجاليه يعني عبد الكريم بن عتيق انه مؤخرا باش يدير واحد الجوله ويشوف المهاجرين ويشوف الاوضاع ديالهم ويشوف المشاكل ديالهم، اكتفى باش يصيفط يعني مجموعه ديال الفنانين باش يجيو يديروا لهم هنا الترفيه. حنا ما عندنا ما نديروا بالترفيه الا كان عندنا مشاكل، حنا ماشي ضد الفنانين والفن، ولكن الحاجه الاولى ان خاص هذه الوضعيه ديال هاد المغاربه، وبالاخص كنهضر على المغاربه اللي كانوا في وضعيه غير قانونيه واصبحوا في وضعيه غير قانونيه لسبب تافه ولا القوانين، لان الاصل ديال باش تسحب البطاقه ديال الاقامه ديال مهاجر يعني في اوروبا كامل انه يكون دار شي عمل اللي كيمس الامن ديال البلاد. اما اذا كان مشاكل بسيطه ديال رخصه السياقه ولا مشاكل عائليه ولا هذه، ان من الاحسن هذه الامور يعني يخليوها القانون، كاين المحكمه وكاينين الناس اللي تحكموا بالسجن وانهم فوتوا الفتره السجنيه ديالهم، ومن بعد كيتفاجئوا بانهم راه خرج قرار باش يطردوهم. هذا الشيء راه ماشي معقول، وان انا كنحمل المسؤوليه للسفاره المملكه المغربيه من مدريد انهم يعني دائما كنتصلوا بهم، ما كاين حتى شي تفاعل معهم، انهم كيعتبرونا يعني كجاليه مغربيه، وانا كنتحمل المسؤوليه بصفتي رئيس ديال الركض انني كنتصل بهم، كيعتبرونا باننا مرتزقه ولا اننا ما عندنا حتى شي وطن ولا هويه. كنتصلوا بهم كيستهزؤوا، الاغلبيه ديال الهواتف ديالهم يعني خارج التغطيه، مثلا القنصليه ديال فالنسيا هذه دابا اكثر من سنه ولا هذا دائما الهاتف خارج عن التغطيه، القناصله باش يتحركوا وباش ينتقلوا ويديروا اتصال مع الناس اللي عندهم مشاكل، ما كنشوفوا حتى شي واحد منهم، يعني انهم مختصرين العمل ديالهم وغير في الاخر تسليم ديال الجوازات السفر ولا البطاقه الوطنيه ولا عقود الازدياد ولا يعني يعني تصحيح الامضاءات، اما باش يبحثوا ولا يناقشوا ولا يشوفوا، مع العلم ان كانت مئات الالاف ديال الحالات والاغلبيه ديالهم في جراده، وهذا الشيء اللي كان اجج الاوضاع في جراده، لان الناس كانوا كيساعدوا العائلات ديالهم من هنا من اسبانيا، لان كيخدموا في الفلاحه، وكل مره كيكون واحد المجموعه انهم كيصيفطوهم، وراكو عارفين انك سميتو ملي كتكون المدينه يعني متازمه ويزيدوا عاد الناس اللي كانوا كيساهموا في الاقتصاد ديال المدينه، راهم منهم مدينه ديال تاوريت، منهم مدينه ديال جراده، منهم مدينه ديال بني ملال، منهم مجموعه ديال المدن، ولكن هاد ثلاثه ديال جوج ديال المناطق جهه ديال بني ملال وجهه الشرقيه هما الناس اللي كيعمروا هاد اسبانيا، وانهم راه هما اللي راهم هازين الاقتصاد بالنسبه للفلاحه ديال الجنوب الشرقي ديال اسبانيا. وكنتمنوا ان الدبلوماسيه المغربيه ان تتحرك، الحمد لله راه دابا كاينه حكومه جديده، الحمد لله انا كاينين الناس اللي باغيين يساعدوا المهاجرين، انا شخصيا عندي اتصال مع حزب دابا من هاد الاحزاب اللي راهم كيأيدوا هاد الحكومه، وانهم كاين وعود بانهم غادي يحاولوا يبحثوا يلقاو حلول، ولكن ما كرهناش تكون التنسيق مع الحكومه المغربيه على الاقل هذوك الناس اللي تم الطرد ديالهم اللي راهم عايشين دابا في المغرب وفارقينهم على العائلات ديالهم هنا، انهم يرجعوهم وانهم يسووا كاع الاغلبيه ديال الناس اللي كانوا في وضعيه غير في وضعيه قانونيه ورجع في وضعيه غير قانونيه. تحياتي للجميع، شكرا لكم، ونتمنى ان شاء الله يكون مزيد من التوضيح في الايام المقبله.